بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تخيلوا إن كل عرق من العروق دي، يعني العرق ده معمول بربع كيلو فراخ بس، وده كمان معمول بربع كيلو فراخ بس، وكمان معايا البصل المكرمل ده والبطاطس اللي بالثوم، ريحتها جايبة لآخر الدنيا. أكلة فخمة جدا واقتصادية جدا. الطريقة بإذن الله تابوها الوصفة دي نقلا عن قناة مطبخ ماما، بشوية تعليقات، بشوية عفوا يعني تركات من عندنا، كلنا بنتعلم من بعض وكلنا بنستفيد من بعض. طبعا هي بتتساب لحد ما تبرد خالص، وبتدي بعد كده ان احنا نقطعها. وصفة خطيرة جدا، انصحكم تجربوها. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس والاشتراك في صفحة الفيسبوك الجديدة اللي عملناها. ويلا بينا على طول على الوصفة. ويلا بقول ونصلوا على رسول الله، صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. دي صفحتنا على الفيسبوك، مستنيه كل المتابعين على القناه يشتركوا في الصفحه. هتلاقوا رابط الصفحه في صندوق الوصف وفي كل تعليق مثبت تحت الفيديو. مستنياكم باذن الله. سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين كده او شفتوا معايا وصفه ام عمار من مطبخ ماما، ان شاء الله باذن الله انا هعملها باذن الله، بس بتركات. طبعا كلنا نتعلم من بعض وكلنا بنستفيد من بعض. هعملها طبعا، طريقتها وفكرتها جميله، ان شاء الله هزود شويه افكار. طبعا كلنا بنتعلم من بعض وكلنا بنستفيد من بعض، وهي ما شاء الله عليها لا قوه الا بالله استاذه. فان شاء الله هعمل الوصفه بتاعتها بشويه تركات. هعملها بالفراخ وكمان هزود فيها شويه تريكات، وان شاء الله تعجبكم الوصفه النهارده. ووصفه اقتصاديه زي ما هي متقايله كده في الفيديو، بربع كيلو لحمه او فراخ. النهارده انا كان عندي بصراحه فراخ، كنت مطلعه من الفريزر فراخ، فخلاص هعملها بالفراخ. تمام، تابعوا بقى معايا لنهايه الفيديو عشان باذن الله هنعمل تريكات حلوه جدا تعجبكم باذن الله. وهعمل جنبها مكرونه صلصه اقتصاديه. اول حاجه معايا هنا، هنا معايا فرشه بصل علشان احط عليها الرولات بتاعه الفراخ. هنا معايا البطاطس بتاعتها اللي هي عملتها بالثوم، انا هعملها بطريقه بمعلقه زيت واحده، هتطلع طعمها خطير جدا على طريق جدتي رحمه الله عليها. معايا هنا كميه من الثوم وهنستخدمها استخدامات كتيره. معايا هنا نص كيلو من الفراخ، تقدري تستخدمي ربع كيلو، انا هحاول اعمل 2 رول مش رول واحد على اساس ان انا استخدمت ضعف الكميه. معايا هنا تومه بزيت، وهنا وحط عليها شويه عسل اسود لان ما عنديش صويا صوص، واحط عليها شويه ملح. وهنا معايا الفينو المنقوع في اللبن، معايا 3 فينو منقوع في اللبن، هي استخدمت 2، طبعا انا استخدمت 3 لان انا هعمل نص كيلو. معايا هنا بصل اخضر متقطع زي ما هي استخدمت، كان عندي شويه بقدونس قلت برضو نستخدمهم. معايا حته ليا لان انا هستخدم صدور الفراخ، وطبعا زي ما حضراتكم عارفين صدور الفراخ ما فيهاش دهون خالص. تعالوا كده نبدا بسم الله على بركه الله الوصفه. الزيادات بتاعي ان انا احط بضايه عشان التماسك بتاع العرق. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. بجيب الكبه كده، بجيب الكبه وببتدي ان انا افرم. طبعا انا هفرم الخضار الاول مع حته اللي اهو، ادي الخضار اهو، ادي بجيب الكبه كده، بجيب الكبه بنزل بالخضار. لو عندك كبه كبيره بفرمها كويس بتستخدميها، بنزل كده بالخضار بتاعي تمام مع حته اللي تمام اهو ده. وبعدين بقى بفضي كل الخضار اهو تمام. وبعد كده البهارات بتاعتي هقولها لحضراتكم. معايا هنا، معلش هي قلبت على بعضها، معايا هنا ملح وفلفل، نص معلقه ملح نص معلقه فلفل، معلقه بابريكا، معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، معلقه بيكنج باودر، ودي اضافه من عندي علشان ما تبقاش مكتومه معايا، يعني ما يبقاش العرق معايا مكتوم. ومعايا كمان خلطه شيفي اهي بتاعه البرجر، انا بحب اجيبها، بتبقى بتدي طعم حلو وفي نفس الوقت ما فيهاش جوز طفيف، فبالتالي انا ما بقلقش منها. بفتحها كده وبحطها على الخضار، الفرم الخضار مع بصي كده بسم الله. بحب وكمان احط معلقه من الثوم المفروم، الثوم ده هنستخدمه كذا استخدام، معلقه من الثوم المفروم كده اهو، معلقه كده كويسه، ومركز كده كله مع بعض وهفرمه كويس جدا. وهنرجع مع بعض نكمل بقيه الوصفه. فرم البهارات مع الخضار
بينقل الوسط حته ثانيه حلوه جدا جدا. هفرم ونرجع لحضرتك. بجيب بقى الكبه الكبيره اللي همركز فيها كله. انا كده فرمت الخضار تمام. بجيب بقى الكبه الكبيره بنزل بيها بايه يا حبايبي؟ طبعا الاخوات، طبعا انا اقصد بحبايبي دي الاخوات اللي بيتفرجوا عليا. بجيب العيش الفينو، طبعا هي قشرته انا مش هقشره بصراحه، وطبعا هي قشرته عشان هي تطلع مثاليه. انت لو عايزه تقشريه قشريه طبعا هيبقى احسن، بس بصراحه انا مش هقشره، انا ما عنديش وقت دايما. بحط هنا بقى البضايه هتخلي الوصفه معايا اللهم صل على النبي تتمسك معايا بسرعه تمام. وبنزل بيه نص كيلو من الفراخ، هي كانت عاملاه بربع كيلو، انا هحاول اعمل باذن الله 2 رول كده بالمنظر ده، بحاول اوزع تمام اهو. وممكن برضو ادي نص معلقه من الثوم المفروم اهو، ثوم هيديها برضو طعم وريحه حلوه. بقيه الخضار اللي ما اتفرمش معايا، بصوا في كان في كام كده حته خضار ما اتفرمتش، هديها فرم عادي مع في الكبه الكبيره تمام كده. الله اكبر اهو تمام. طيب هنكمل بعد الاذان. من ناحيه ثانيه اهو انا بعمل زي ما قلت لكم مكرونه اقتصاديه بقى. جبت بصلايه وحمرتها زي ما انتم شايفين لحد ما خدت اللون الذهبي تمام. هنزل بقى بشويه من الثوم على البصله بتاعت شويه كده من الثوم، حوالي معلقه كبيره ثوم مفروم تمام. وهحط شويه زيت بسيط وهسيب الثومه تدي تطلع معايا الريحه بتاعتها تمام كده تمام. وبعدين هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. انا ما شاء الله لا قوه الا بالله فرمت المقدار اهو وحطيت عليه الخضار، هعمل ايه بقى كمان؟ هجيب البقسماط المطحون، البقسماط المطحون علشان يمتص معايا السوائل الزياده ويخليها معايا هشه. بجيب كده مقدار من البقسماط المطحون اهو كده بنزل بيه حوالي ايه 4-5 معالق كده عشان يمتص معايا السوائل الزياده، هضربها وارجع لحضراتكم. دلوقتي يا جماعه البصله بتاعتي اتشوحت هي والتومه تمام. هنزل عليهم بالبهارات. بهاراتي ايه؟ بهاراتي ملح، نص معلقه ملح او الملح حسب رغبه، معلقه ملح، نص معلقه فلفل اسود، معلقه كبيره بابريكا بنزل بيها، ممكن تحطي شطه بس انا مش هحط. بندي تقليبه كده، طبعا هي اوريدي الحله سخنه، بدي تقليبه كده. وبعمل ايه بقى؟ بنزل باربع معالي كبار من الصلصه. انا بستخدم الصلصه اهو، على مش هستخدم طماطم على اساس ان انا ايه، حتى لو ما عندكيش طماطم تقدري تتصرفي. بفتح كده علبه الصلصه، بسم الله، اهم حاجه عشان تحافظي على علبه الصلصه بتاعتك مهما كانت حجمها كبير ان انت تستخدمي وانت تتعاملي مع الصلصه تستخدمي معلقه ناشفه ونظيفه. بننزل كده باربع معالي كبار من الصلصه دي، واحد بصي مليانين خالص، اتنين تلاته أربعة. أنا مش هستخدم هنا طماطم خالص، طماطم هتطلع حلوة جدا. وهنزود كمان نص معلقة من السكر، هزود نص معلقة من السكر تمام. حط بقى مية ماما وفيتك، هزود مية كده وأقلب كل المكونات مع بعض كده زي ما حضرتك شايفة كده. احط كده الحاجه في الكدر زي ما حضرتك كده شايفه، واحطها بقى على النار تتسبك على اقل 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 ايه من مهلها تمام. ادي اسهل الوصفه. لو عندك شويه صلصه وبصل وتوم تقدري تعملي احلى صلصه مكرونه طعمها حلو جدا على فكره تمام. احطها بقى على النار، ادوب كويس قوي الصلصه في الميه، واحطها على النار على الهادي لحد ما تتسبك ويبقى الزيت يطلع على وشها. يبقى كده هي تمام اتسبكت. نرجع تاني مرجوعنا لوصفتنا تمام. دلوقتي انا بالنسبه للبطاطس اللي معمر عملتها، انا هعملها في الفرن بطريقه حلوه جدا، بسخن الفرن حلو قوي، بقلب شويه البطاطس دي تتقطعي تقطيعه الى حد ما تخينه، يعني بلاش التقطيعه الرفيعه دي، خليكي في التقطيعات التخينه دي. بتدخليها على فرن سخن في صينيه غير قابله للصق، بدخلها على فرن سخن كده اهوت، وهنشوف الدريسنج بتاعها هنعمله ازاي.
الدريسنج بقى ايه شويه مقلي علشان خاطر نعوض ان انا مش حاطه مش قليها في الزيت عشان تبقى طعمها حلو، وهي بتطلع طعمها حلو جدا على فكره. نيجي بقى على العروق بتاعتنا اللي احنا عايزين نعملها. بسم الله كده، انا هنا طبعا حطيت البقسماط، بسم الله كده هطلع. بسم الله ما شاء الله قوامها تقيله ما شاء الله، مش خفيفه خالص، اللهم بارك. هبتدي ان انا اشكلها كده قدام حضراتكم. بسم الله كده حاول انا ايه اعمل اتنين رول. لو لزقت معاكي بتجيبي بتحطي ميه في اي حاجه عندك وبتبتدي تشتغلي، تمام؟ يا بتبتدي ان انت تشكليها، يعني هتتشكل معاكي بمنتهى السهوله. تبتدي ان انت تعملي تجيبيها كده اهوت، تعملي ايه تشكليها زي ما حضرتك كده شايفه، تمام ما شاء الله. هنطبطب عليها بميه عادي جدا اهو. ادي اول عرق، ادي اول عرق معايا، تمام. انا دلوقتي بقى هبتدي ان انا اعمل العرق الثاني كده. انتوا شفتوه ايه اهو، بصوا العرق اهو اهو، هطبطب كده عليه واظبطه وهكمل العرق الثاني وارجع ليه لحضراتكم. بصوا بقى يا جماعه، اللهم بارك، طلعوا رولين اهم زي ما حضراتكم كده شايفين. بصوا ما شاء الله طلعوا اتنين رول زي ما انتم شايفين. طبطبت عليها بالميه، ودلوقتي بقى هعمل الميكس اللي هي هدهنها بيه. الميكس ده عباره عن معلقه، نص معلقه ثوم كبيره مفرومه، نص معلقه من الثوم الكبيره مفرومه اهو، وعليه معلقه عسل اسود كبيره، عليه ربع معلقه من الملح. همكس كله مع بعضه وهديها دهنه بالفرشه، وكمان زيت يا جماعه. هدخلها بقى الفرن كده، دهنتها بالدريسنج، هدخلها الفرن من غير ورق فويل على فرن سخن مسبقا في الرف اللي في النص. هتاخد معايا من ساعه لربع ساعه، وهنشوف بقى شكلها بعد ما تخلص. بصوا شكلها وهمي يا جماعه، ولو اتعمل باللحمه هتبقى خطيره برضو. هوريكم حضراتكم شكلها بعد ما تخلص باذن الله. برضو الاضافه اللي عملتها ام عمار بتاعه البصل الاخضر مخليها الوصفه حلوه جدا، ريحتها حلوه قوي قوي. كمان الميكس بتاع الثوم بالزيت والعسل الاسود والملح ده فعلا يعتبر بديل رخيص عن الصويا صوص، فعلا بديل حلو قوي عن الصويا صوص. بشكر ام عمار على شطارتها وتركاتها، وربنا يرحم امي وامها يا رب العالمين ويسكنهم فسيح جناته. بقيت البطاطس دي دخلت على طول في التحمير جوه الفرن، بقلبها كده وبدخلها تكمل سوا. حاجه بسيطه بقى، خلاص هي قربت خلاص تستوي خالص، تمام. وهنعمل لها دريسنج دلوقتي كده. على الدريسنج بقى معايا اي كسرولة صغيرة فيها شوية زيت، تمام. بحط عليها بحط عليها التوم، بحط عليها معلقة من التوم المفروم اهي على الزيت، تمام. بعد ما التومة كده خدت معايا اللون الذهبي، بجيب كده هنا شوية خل عليهم ملح. بص بقى الحلاوة، ده الدريسنج بتاع البطاطس. اول ما البطاطس تطلع كده سخنه هقوم منزله عليها الدريسنج ده. يا لهوي على الطعم يا جماعه، الطعم ده. البطاطس دي بتاعت جدتي رحمه الله عليها، وهي ام عمار عملتها برده بطريقه حلوه جدا، فعلا حلوه قوي، وبنتخانق عليها. يعني احنا بنتخانق عليها الكبار، ما بالكم بقى الصغيرين. حلوه جدا، وكمان عملناها بكميه زيت بسيطه قوي، تمام. هنخلص بقى الشغل واوريكم بقى الشكل النهائي باذن الله. البطاطس بعد ما طلعت من الفرن بقت كريسبي وجميله. بنزل بقى على الصوص وهي طالعه كده من الفرن. يا جماعه الطعم والريحه بيكون في حته تانية. بقلبها كده كويس، تبقى طعمها خطير جدا، ما اقولكوش طعمها حلو قوي. ممكن تعملوها مقليه، بس احنا بنحاول نوفر في الزيت وكمان نحافظ على صحتنا من ناحيه تانية. زودت يا جماعه بتاع ربع كوبايه ميه عشان اساعدها ان هي تستوي. الريحه خطيره، وضفت كمان شويه ميه، يعني كل شويه كده بديها ربع كوبايه ميه.